جميل. أستاذة فاطمة، خليني أرجع لحضرتك مرة تانية ونتكلم تاني عن الفلاحين، وتحديدا المرأة في المكان ده. أفتكر إنه الفلاحة المصرية كمان مهدور حقها بشكل كبير جدا، وخاصة إنه هي كمان ليها دور كبير جدا. ما يخص المرأة في الوثيقة المجتمعية، هل في مجهودات معينة بتخص فقط المرأة أو الفلاحة المصرية؟ ولا هي نفس المطالب اللي بتخص الفلاح زي اللي بتخص الفلاحة؟ في جزء من الموضوع انه ما يخص الفلاح هو نفسه ما يخص الفلاح. الفلاحة المصرية، انه لما ابقى بضمن الشروط اللي تخلي الناس دول يشتغلوا ويزرعوا في شروط عمل آمنة وعادلة، ده بالتأكيد هيبقى بيعم على الاتنين. لما ابقى بوفر رعاية صحية كويسة، ده هيعوم على المرأة أكتر من الرجل، لأن احنا عارفين كويس أوي إن الست الريفية ممكن يبقى ابنها أو جوزها عيان، وهي عيانة وما عندهاش فلوس، هما التلاتة يروحوا للدكتور، فهتودي ابنها أو هتودي جوزها وهتيجي على نفسها، وهي مش هتروح للدكتور. ده حقيقي، مش حاجة من الخيال. إنه لما يبقى في مية متوفرة في القرى ومية نظيفة، ده بشكل أساسي هيصب في المرأة المصرية، لأن هي اللي بتضطر تروح تملى مية على مسافات بعيدة وتشيلها على راسها وتجيبها بالظبط، عشان تطبخ وعشان تغسل وعشان غيرها من الحاجات. فلما ابقى عشان بوفر تقضي هذه مطالبها بالظبط ومطالب يومها. فلما ابقى بوفر هذه الخدمات، هيبقى بيعود عليها بشكل مباشر. بس الحقيقة انه في جزء تاني خاص بالمرأة لازم نبقى واخدين بالنا منه. في احد المرات بعمل بحث عن القرية بتاعتنا، عن دور المرأة في الحاجات الاقتصادية والاجتماعية في البلد، فوجئت ان الاحصائيات حاطة النساء في مركز بركة السبع، على ان هم من الناس غير الراغبين في العمل اساسا. يعني هم فئة النساء دي كلها على بعضها كده، الاحصائيات معتبرينهم غير راغبين في العمل، وبالتالي بيحسبوا نسبة البطالة من غير ما يحسبوا نص المجتمع اللي هو النساء في هذا المكان. وعلى اساس ايه بيصنفوا ان هم غير انا راغبين في انا العمل انا انا فوجئت دي فيها في رغم ان الاحصائيات هم فعلا، بيعملوا كلهم، يعني حتى اعتبروهم غير راغبين في العمل غالبا من منطلق انهم يقللوا نسبة البطالة. احنا عارفين النظام وانه دايما كان بيبقى حريص ان هو يطلع لنا احصائيات وحاجات تجمل وجهه، فدي شكل من الاشكال. انه في حاجات في المجتمع، انه المرأة لما اجي ابقى بفكر في حل مشكلة البطالة، بدل ما ببقى بحلها عن طريق ان انا انمي، وعن طريق ان انا يبقى في ساعات عمل محددة وفي حد ادنى للاجور، وبالتالي يبقى اقدر اشغل ضعف العمالة الموجودة، لان كل واحد فينا دلوقتي بيشتغل يا اما 14 ساعة يا اما شغلانة واثنين وثلاثة عشان اخد مرتب اعيش بيه انا وعيلتي. طيب لو انا بقى في حد ادنى للاجور وبقى في ساعات عمل طبقا للقانون 7 ساعات وساعة راحة، معناها ان انا ضعف العمالة الموجودة هقدر اشغلها، طبعا وده انا هشتغل نفسه وغيري بحل هيشتغل مشكلة وكلنا البطالة. بس لما نشتغل. ابقى بفكر في مشكلة البطالة، انه لو الستات قعدوا في البيت يبقى انا هحل مشكلة البطالة، لا. يعني في حاجات ينفع تتحط في الدستور، وفي حاجات لازم نشتغل عليها مجتمعيا، لانه انا اكتشفت انه المرأة في الريف رغم ان هي بتشتغل زي مش زيها زي الرجل، لا، اضعاف الرجل في الريف، لانها بتشيل حمل البيت وحمل الغيط مع جوزها، الا انه لما بيجي يبقى فيه بيت بيتعمل او اي حق اقتصادي بيتعمل، بلاقي انه الحاجات بتتكتب باسم الراجل مش باسم الست، يعني في الحقوق الاقتصاديه. في المناسبات لغايه دلوقتي بلاقي انه حقوق الراجل غير حقوق الست، وكانها مواطن تاني. فانا في مواطن بالنسبه درجة لموضوع تانية. بالظبط كده، بالنسبه لموضوع المراه بشكل عام، سواء في وسط العمال والفلاحين، في جزء مهم جدا لازم يبقى بحل مشاكل العمال بشكل عام وحل مشاكل الفلاحين بشكل عام، بس في خصوصية لمشكلة المرأة لازم نراعيها، سواء على المستوى القانوني أو على المستوى النظرة الاجتماعية، ولازم نبقى كلنا بنساهم في ده، إعلام وغير إعلام، علشان خاطر يبقى وضع المرأة أفضل من الوضع الحالي. استاذ خالد، فكرتوا في انه يكون في مثلا متحدثين باسم الـ 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 الشخصيات او
الفئات اللي هيتكتب عنها الوثيقة المجتمعية أو اللي هتكون ليها مطالب معينة أو مبادئ معينة في الدستور؟ هل ممكن مثلا نلاقي أنه في ممثلة مثلا للفلاحة المصرية، ممثل للفلاح المصري، ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة، ممثل يعني كل طبقة مكافحة من الطبقات اللي احنا بنتكلم عنها؟ هل فكرتوا في أنه ممكن يكون في حد بيمثلها زي مثلا نفس فكرة الأحزاب أو نفس فكرة المجتمع أو الطبقات المختلفة في المجتمع، ولا كلهم يبقوا موجودين أيا كانوا هم مين وأيا كانوا إيه لغتهم أو إيه طريقتهم أو إيه أسلوبهم؟ يعني إحنا بنحاول ندمج ما بين الاثنين. إحنا بنحاول ندعو كل اللي عايز يشارك معنا أهلا وسهلا بيه، حتى لو لم يكن منضم إلى نقابة أو منضم إلى اتحاد فلاحين، ولكن في نفس الوقت احنا محتاجين نشتغل على التنظيمات اللي بقت موجودة على الأرض، على اعتبار انها يعني تنظيمات موجودة في تقسيمات جغرافية منتشرة، في عمل منظم ما هي بتمارسه حتى لو كان عمل المنظم ده قليل. ففي اتحاد الفلاحين المصريين، وكذلك النقابات التي ليست عضوا في اتحاد الفلاحين المصريين، في الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، في حتى نقابيين من الاتحاد الحكومي اللي هو الاتحاد اللي موجود في قانون 35، في مجموعة من العمال والنقابيين حضروا معنا الاجتماعات التمهيدية وهيحضروا معنا هذا اللقاء وهيكملوا في الورش. دي مجرد ورشة أولى، بعدها سيعقبها عدد من اللقاءات الميدانية، وهنعمل تقسيم جغرافي عدد من اللقاءات الميدانية اللي هيتولى تنظيم القصة دي كلها نقابات الاتحاد الفلاحين والنقابات المستقلة، حتى ولو لم تكن منضمة للاتحاد المصري للنقابات المستقلة. تمام. تعتقد أنه سيتم الأخذ بالوثيقة المجتمعية؟ أعتقد أنه سيتم الأخذ بالوثيقة المجتمعية إذا أصحاب المصلحة نفسهم بقوا طرف في الموضوع. وأنا واثقة أنه تواجدوا وقالوا دي حقوقنا وإحنا عايزينها، بالتأكيد هيتم الأخذ بها أو جزء كبير منها، وإحنا متمسكين بأنه كل ما يضعوا العمال والفلاحين من حقوق، أنه يا ريت الناس اللي هيبقوا القائمين على وضع الدستور يحطوا ده في اعتبارهم. بس انا متاكده كمان انه العمال والفلاحين في الاماكن المختلفه لو احنا نزلنا لهم واتكلمنا معاهم وبقوا طرف في الموضوع، بالتاكيد هيتم الاخذ بيها، لان هم القوه الاكبر اللي تقدر تضغط وتقدر تتحرك بشتى الطرق عشان تطلب. وده حقهم، هم ما بيطلبوش زياده عن حقهم. يعني بصي، احنا قدامنا تجربتين مهمين جدا، تجربه دستور السودان وتجربه دستور جنوب افريقيا. دستور السودان واحد من افضل الدساتير في العالم، بس ايه اللي حصل فيه؟ ان نخبه من المفكرين ومن القانونيين قعدوا صاغوه، الشعب لا مشارك في الصياغه، وبالتالي جميع الحياة السياسية والحياة الاقتصادية تسير بعيدا عن نصوص الدستور، الناس مش مهتمة بيه. عكس التجربة في جنوب أفريقيا، التجربة في جنوب أفريقيا الشعب شارك في صياغة الدستور، وبالتالي بقى جزء من الممارسة اليومية. لا يستطيع أي وزير أو رئيس جمهورية أو أي سلطة، كان سلطة مجلس الشعب أو غيرها من السلطات، أنها تخالف نصوص الدستور إن لم يشارك الشعب في وضع هذه الوثيقة، واقتصر الامر على النخبه اللي هتبقى موجوده في الجمعيه التاسيسيه، هيصبح زيه زي دستور 71. الضمانه الوحيده هي مشاركه الشعب في هذه النصوص ومشاركه عمليه تفعيلها وتطبيقها، لان ده اللي يؤدي الضمان، المشاركه الشعبيه اللي تؤدي الضمانه، مش مجرد ان انت تحط افضل نص ممكن يبقى موجود، ده لوحده مش ضمان. وخاصه ان في نصوص كتيره جدا اتحطت قبل كده وما كانتش بتطبق وما كانتش بتنفذ منها حاجه. يعني في النهاية هي مبادرة مهمة جدا، مهم جدا ان احنا نشارك في كتابة الدستور، مهم جدا ان احنا نوصل صوت الاصوات اللي ما بتوصلش واللي مش قادرة توصل واللي مش مسموعة، زي العمال وزي الفلاحين وزي ذوي الاحتياجات الخاصة وزي النساء وزي مشاكل كتير جدا وطبقات كتير جدا في الحقيقة، زي ما كانت الأستاذة فاطمة بتقول هم الأغلبية وهم دول اللي قامت الثورة علشانهم علشان تحصل عدالة اجتماعية. اتفضل. انا عايز اقول بس حاجة أخيرة، ان مبادرتنا ديت ما هيش هي أول مبادرة ولا هتبقى آخر مبادرة. هناك العديد من المبادرات اللي طرحها الشباب للشغل على كتابة الدستور، والعديد من المبادرات اللي طرحتها منظمات المجتمع المدني، ومن المحتمل أن تزيد هذه المبادرات. إحنا بنرحب بالتنسيق مع كافة المبادرات للوصول إلى صيغة يتوافق عليها الجميع، بنرحب بهم بالمشاركة وبنرحب بالتنسيق معهم بحيث نوصل لوثيقة حقوق اقتصادية واجتماعية في توافق عليها، وندعم
وثيقة حقوق مدنية وسياسية ربما يعمل عليها الفئات الأخرى. جميل جدا، ونتمنى أنه في 23 يناير ودي هتكون أول جلسة لمجلس الشعب الجديد يتم مناقشة كل اللي احنا بنتكلم فيه ده، لأنه هو ده مطلبنا الحقيقي، هي العدالة الاجتماعية بين كل طبقات المجتمع. أستاذة فاطمة رمضان أمين عام مساعد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة، وربنا يوفقك إن شاء الله في مجهود حضرتك. والأستاذ خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحاصل على لقب محارب الفساد لعام 2011، أتمنى أنك تحصل على لقب 2012 و2013. بشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة. هسيبكم مع تقرير، الحقيقة هو تقرير اتعمل في بيت السناري، وهو كان مؤتمر صحفي اتعمل للإعلان عن تفاصيل حريق المجمع العلمي، وكان موجود في المؤتمر الأمين العام للمجمع العلمي دكتور محمد شناوي. أسيبكم مع التقرير ونرجع نستكمل باقي فقراتنا في نهارك سعيد، تابعونا.